السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، اليوم إن شاء الله سوف نقوم بشرح أول درسين في الوحدة الأولى والتي سوف تكون عن مجالات الجاذبية. الدرس الأول عن تمثيل مجال الجاذبية، والدرس الثاني عن شدة مجال الجاذبية. المرجع هو الكتاب المدرسي. حسناً، سنبدأ الآن في الدرس الأول والذي يتناول تمثيل مجال الجاذبية. في البداية نحن نعلم أن الكرة الأرضية عندها تسارع يسمى بتسارع الجاذبية الأرضية. تسارع الجاذبية الأرضية هو المسؤول عن ماذا؟ عن سقوط الأشياء دائماً باتجاه الأرض. بمعنى أنه مثلاً لو كانت لديك تفاحة وقمت بإسقاطها، هذه التفاحة مباشرة سوف تسقط باتجاه الأرض، لن تطير مثلا للأعلى. حتى لو أنت مثلا دفعت كرة للأعلى، سوف تلاحظ أنها سوف ترتفع إلى ارتفاع معين ثم تعود للسقوط باتجاه الأرض. هذا خاصية داخل الأرض. تمام، الحين مجال الجاذبية، ما هو مجال الجاذبية؟ مجال الجاذبية هو المنطقة التي تعمل فيها الجاذبية. بمعنى أنه مثلا لو كانت هذه عندكم الأرض، الأرض إذا كان مثلا هنا لديكم كرة سوف تسقط باتجاه الأرض. تتوقعوا أنه قوة الجاذبية الأرضية هل سوف تقوم بإسقاط كل الأشياء باتجاهها؟ بمعنى مثلا نحن لدينا المريخ، المريخ قريب من الأرض، يعني مثلا المريخ والزهرة هما أقرب كوكبين إلى الأرض. طيب السؤال، ليش المريخ ما يسقط باتجاه الأرض؟ ليش كوكب الزهرة ما يسقط باتجاه الأرض؟ ليش في الفضاء عندكم مثلا كويكبات، عندكم قطع صخرية، ليش هذه ما تسقط كلها باتجاه الأرض دام أنه الأرض تجذب كل الأشياء باتجاهها؟ السبب هو أنه الأرض تجذب الأشياء فقط اللي يكون في نطاق مجالها الجاذبي. من هنا نأتي إلى تعريف مجال الجاذبية. إيش هو مجال الجاذبية؟ هو منطقة من الفضاء تتأثر فيها كتلة ما بقوة الجاذبية. وإذا جينا على مجال الجاذبية الأرضية فإيش نقول عنه؟ نقول هو عبارة عن منطقة. هذه المنطقة هي المنطقة اللي الجاذبية الأرضية تشتغل فيها. بمعنى أنه لو كان عندكم هنا مثلا كويكب، وهذا الكويكب ما داخل إطار مجال الجاذبية الأرضية، هل سيسقط باتجاهها؟ لا، لن يسقط باتجاهها. طيب هذا الكويكب لو كان هنا، هل سيسقط باتجاه الأرض؟ نعم سيسقط. إذن مجال الجاذبية هي المنطقة في الفضاء محيطة بالأرض تتأثر فيها الكتلة بقوة الجاذبية. تمام؟ طبعا مجال الجاذبية لا يوجد فقط داخل الأرض، كل كوكب حواليه منطقة مجال جاذبية. مثلا عندكم كوكب المشتري، المشتري لأنه كتلته أكبر بكثير من الأرض، يعني كتلته مثلا تقريبا كذا، فإنه مجال الجاذبية تبعه أكبر بكثير من الأرض، يعني المشتري يقدر إنه يجذب أشياء على نطاق أكبر من الأرض. ليش؟ لأنه كلما زادت كتلة الشيء كلما مجاله الجاذبي زاد. تمام؟ مرة ثانية، هنا مجال الجاذبية هو منطقة من الفضاء تتأثر فيها الكتلة
كتلة ما بقوة جاذبية، أي إنه هذه الكتلة إذا ما كانت موجودة داخل هذه المنطقة هل سوف تتأثر بقوة الجاذبية؟ لا، سوف تتأثر فقط إذا كانت موجودة داخل هذه المنطقة من الفضاء والتي تعرف بمجال الجاذبية. تمام، الحين إذا جئنا لتمثيل مجال الجاذبية هذا، يعني نحن كيف نقدر نمثل مجال الجاذبية؟ نقدر نمثل مجال الجاذبية عن طريق خطوط. تمام، بمعنى أنه مثلا شايفين هنا الأرض خطوط مجال الجاذبية الأرضية نمثلها بهذا الشكل، أو المجال الجاذبية الأرضية نمثلها بهذه الخطوط اللي هي خطوط قوة الجاذبية. طيب هذه خطوط مجال الجاذبية إيش تخبرنا؟ تخبرنا باختصار اتجاه مجال جاذبية الأرض، بمعنى أنه لو كانت كتلة في عندكم هنا كيف راح تسقط؟ بتسقط كذا دائما باتجاه مركز الأرض. وين مركز الأرض هذا؟ هي دائما باتجاه مركز الأرض. طيب لو عندكم كتلة هنا كيف راح تسقط؟ بتسقط بهذا الاتجاه، شايفين؟ باتجاه مركز الأرض. طيب لو كانت عندكم كتلة كذا كيف بتسقط؟ ما تقولوا كذا تسقط، خطأ، دائما تسقط باتجاه مركز الأرض، يعني الأرض دائما تجذب الأشياء باتجاه مركزها. تمام، فعشان كذا العلماء لما شافوا أنه كل الأشياء تسقط باتجاه مركز الأرض قدروا إيش؟ قدروا أنهم يحددوا خطوط مجال الجاذبية الأرضية، وقالوا لنا أنه مجال الجاذبية الأرضية دائما نمثله عن طريق هذه الخطوط. فمثلا لو رسموا لكم الأرض وقالوا لكم ارسم خطوط مجال الجاذبية الأرضية كيف راح ترسموه؟ بترسموهن بهذا الشكل، دائما باتجاه إيش؟ مركز الدائرة. طيب لو عندكم هنا كرة كيف راح تسقط؟ بتسقط كذا باتجاه الأرض. تمام، فهذه مهمة جدا، ما حد يقول والله الكرة بتسقط كذا، لا، بتسقط كذا باتجاه الأرض. الشيء الثاني المهم في هذه الأسهم هي أنه اتجاه أو تشير الأسهم على خطوط المجال إلى اتجاه قوة الجاذبية. يعني شوفوا هذه الأسهم تبع خطوط المجال هي أيضا تشير إلى إيش؟ إلى اتجاه قوة الجاذبية. طيب الشيء الثاني والمهم، قالكم يدل التباعد بين خطوط المجال على شدة مجال الجاذبية، فكلما تباعدت الخطوط عن بعضها أصبح المجال أضعف. إيش معنى هذا الكلام؟ شوفوا برسم لكم رسمة ثانية. الحين أنتوا خلاص عرفتوا أن قوة الجاذبية هو اتجاهها كيف؟ نفس اتجاه المجال، يعني خطوط المجال كيف اتجاهها؟ اتجاهها كذا باتجاه الأرض. إنزين اتجاهها عرفناها، لكن نحن نريد نعرف قيمتها أيضا، شدة قوة الجاذبية الأرضية، شدة المجال الكهربائي وين تكون أكثر؟ قالوا لكم باختصار، شوفوا إذا جينا ورسمنا كذا هذه خطوط مجال الجاذبية، قالوا لكم كلما اقتربت خطوط المجال من بعضها البعض معناته أنه شدة المجال قوية، وكلما ابتعدن يعني ضعفت. فإذا جينا حل خطوط المجال، شوفوا لو جينا حل هذه المنطقة إيش تلاحظوا؟ بتلاحظوا أنه خطوط مجال الجاذبية الأرضية متقاربة، قريبات من بعض، شوفوا هذا بس المسافة، يعني كل واحد كذا المسافة بينهم. فنقول أنه هنا الجاذبية مالها أشد، أو نقول المجال الجاذبي قوي. طيب لو رحنا حل هذه المنطقة، هذا اللي أنا الحين سويت عليها خط،
لاحظوا هنا انه خطوط المجال، شوفوا الفرق بينهم كيف، شوفوا المسافة كبيرة، نفس الشيء هنا المسافة كبيرة كبيرة. لاحظوا انه كلما ابتعدنا عن مركز الكتلة كلما خطوط المجال ايش صار لها؟ تباعدت، وبالتالي داخل هذه المنطقة نقدر نقول انه المجال ضعيف او ان قوة الجاذبية ضعيفة. عشان كذا دائما لو عندكم كتلة وهذه الكتلة هنا في هذه المنطقة، بتلاحظوا انه راح تنجذب بشدة الى الارض. ليش؟ انه هنا المجال الجاذبي قوي لانه خطوط المجال متقاربة. بس لو هنا كرة، بتلاحظوا انه قوة الجاذبية تكون ضعيفة جدا. ليش؟ لانه خطوط المجال متباعدة. فمن هنا نقدر نستنتج شيء يا طلاب، انه خطوط المجال اذا كانت كثيفة ومتقاربة، هذا ايش معناته؟ معناته انه مجال جاذبية شديد. وتقدروا تقولوا ايضا قوة جاذبية شديدة. طيب اذا كانت خطوط المجال متباعدة، معناته العكس، انه مجال الجاذبية ضعيف وقوة الجاذبية ضعيفة. عشان كذا يا طلاب، لو جينا مثلا على الأرض، هذه هنا عندكم الأرض، والأرض طبعا هذا مجالها دائما باتجاه المركز. بتلاحظوا انه كلما ابتعدنا عن الأرض هذيل الخطوط اتباعدن، وبالتالي كثافتهن راح تقل. عشان كذا الأرض، مثلا لو هنا عندكم كويكب، هذا الكويكب ليش ما يسقط باتجاه الأرض؟ لأنه باختصار كلما ابتعدنا عن الأرض كلما خطوط المجال هذه كثافتها قلت وتباعدت، وبالتالي راح تضعف، فما راح تقدر تجذبه باتجاهها. تمام. الحين راح أرسم لكم مثال. مثلا لو كان عندكم هذا كوكب وهذا كوكب ثاني، خطوط مجال الجاذبية للأول كذا، أوكي، والثاني كذا. أي واحد فيهم قوة الجاذبية تبعه أكبر؟ كيف نعرف؟ تروحوا تحسبوا عدد الخطوط. هنا مثلا عندكم 1 2 3 4 5 6 7، هذا 7. هنا كم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، ها 8. إذن هذا قوة مجال الجاذبية تبعه أعلى. تمام؟ فهذه مهمة. الشيء الثاني أيضا، لو تلاحظتوا أنا قبل شوي لما كنت أشرح لكم هنا، كنت أقولكم أنه دائما خطوط مجال الجاذبية الأرضية تكون باتجاه مركز كتلة الأرض، وكنت دائما أسوي هذا النقطة. فإيش المقصود بمركز الكتلة؟ خلوني هنا أشرح لكم إياها. مركز الكتلة أنتوا طبعا درستوها في الصف تقريبا 9 أو 10. مركز الكتلة قال لكم هو النقطة التي يمكننا اعتبار إجمالي كتلة الجسم مركزا فيها. يعني شوفوا، نحن عندنا كثير أجسام، مثلا عندكم هنا مربع، عندكم دائرة، عندكم مثلا مثلث. هذه الأشكال دائما في نقطة فيها تكون الكتلة كأنها مركزة فيها. بمعنى أنه مثلا إذا جينا للمربع، مركز الكتلة دائما تكون هنا. وإيش هو مركز الكتلة؟ مركز الكتلة نفس ما قرأنا هنا، إنه هو اعتبار إجمالي كتلة الجسم مركزا فيها، وأيضا هي النقطة اللي الجسم فيها يكون في حالة اتزان. وش يعني؟ يعني مثلا تو إذا عندكم هذا المثلث، المربع، المربع إذا حد منكم حط إصبعه هنا، يعني حاول إنه يمسك
مربع، هذا هو المربع. أوكي خلوني هنا أرسمه، مثلا عندكم هذا المربع تمام، وهنا عندكم إصبع أو عصا. لو واحد منكم حاول إنه يمسك المربع من هنا، إيش راح يصير للمربع؟ يعني يحط المربع إصبعه عند هذه الحافة تبع المربع، إيش راح يصير للمربع؟ راح يسقط. نفس الشيء لو حطه هنا إيش بيصير له؟ بيسقط. بس لو حط إصبعه هنا بتلاحظوا إنه المربع بيصير في حالة اتزان، فتعرفوا إنه عند هذه النقطة هنا موجود مركز الكتلة، يعني كأنها الكتلة كامل مرتكزة وين؟ مرتكزة هنا. عشان كذا لما الإصبع تمسكه إيش؟ لأنه كل هالكتلة هناك، فخلاص يظل متزن وما يسقط. بس لو هنا خلى الإصبع، لا، معظم الكتلة هنا، فإيش بيصير له؟ راح يسقط، لأنه هنا خفيف وهنا عالي. تمام؟ فهذا مركز الكتلة، هو يعني نقطة نعتبر فيها إنه كتلة الجسم معظمها هناك مركز فيها. فإذا جينا للأرض، الأرض هي عبارة عن كتلة كروية منتظمة، تمام؟ رغم إنه هي عند خط الاستواء، يعني أنتوا تعرفوا هنا خط الاستواء، قالوا لكم هي قليلا عند خط الاستواء شوية منتفخة، تمام؟ بس بشكل عام هي تعتبر شكل كروي، والشكل الكروي دائما وين مركز الكتلة تبعه؟ يكون هنا في المنتصف، فهذه مركز كتلة الأرض. طبعا ليش مهمة أنا تو لما أحكي لكم عن مركز الكتلة؟ لأنه قولكم دائما مثلا لو هنا عندكم كرة تسقط باتجاه الأرض، الجاذبية وين تكون؟ تكون من مركز كتلتها لمركز كتلة الأرض، وبنشرح هذا الشيء بالتفصيل. يعني القوة اللي بتأثر فيها الأرض على هذا الجسم ما بيكون مثلا من هنا من أعلى لهنا، أو مثلا من هنا مثلا لهنا، لا، يكون من مركز كتلة الجسم لين مركز كتلة الأرض، تمام؟ فعشان كذا مهم إن نحن نعرف مركز الكتلة، وهذا الشيء بشرحه بشكل أكثر لاحقا. المهم انتوا الحين انكم تعرفوا إنه دائما الأرض لما تجذب الأجياد تجذبها من مركز كتلتها، وباتجاه وين؟ باتجاه مركز كتلة الأرض. تمام، الحين راح أشرح لكم هذه الفقرة، بس أول شيء راح أبين لكم في شيء ثاني، شوفوا يعني متعلق بهذه الفقرة. تمام، هنا عندكم كوكب، مثلا كوكب الأرض، تمام، راح أرسمه كبير. كوكب الأرض نفس ما أنتوا تعرفوا إنه في خطوط دائما باتجاه مركز الأرض، شايفين؟ هذي كلهم باتجاه ايش؟ باتجاه مركز الأرض في هذه المنطقة، وبعدين هذا شوي يبدي ينحني. تمام، مثلا هنا بيكون كذا جاي، شايفين؟ مهم كذا يعني. وكامل عاد كملوا خطوط المجال اللي بتكون باتجاه الأرض. فالحين لاحظوا عندي، لو خضينا جزء، لأنه هاي الكرة الأرضية كاملة، لو خضينا هذا الجزء، شايفين هذا الجزء بس؟ طيب هنا في بيت، تلاحظوا إنه هذا الجزء خطوط المجال الجاذبية الأرضية فيه ويش؟ إيش تلاحظوا عنهن؟ متوازية، صح ولا لا؟ ليش؟ إنهم قريبات من بعض. نفس الشيء لو خضينا مثلا هذه المنطقة، هذه المنطقة هنا، ايش بتلاحظوا؟ بتلاحظوا على انه خطوط مجال الجاذبية الأرضية هذيلا وش فيهن؟ متوازيات، تمام؟ فهنا قالوا لكم انه لو كان عندكم مبنى داخل هذا الجزء الصغير، يعني مثلا هنا عندكم مبنى صغير، فدائما خطوط مجال الجاذبية الأرضية وش بتحصلوهن؟ بتحصلوهن متوازية نفس هذا الشكل اللي انا الحين رسمت لكم اياه. فانا ليش رسمت لكم هنا؟ بس عشان ابين لكم ليش هنا رسم خطوط مجال جاذبية متوازية، انهم ماخذين بس جزء صغير من الارض. فقالوا لكم انه
لو كان عندكم بيت مكون مثلا من طابقين، فإنه خطوط مجال الجاذبية الأرضية تكون إيش؟ تكون موازية. متى موازية؟ لأنها داخل قطعة متقاربة وقطعة صغيرة من الأرض. إنزين، الحين نحن درسنا إنه كلما ابتعدنا عن سطح الأرض أو عن مركز كتلة الجسم، كلما مجال الجاذبية وش صار له؟ صار أضعف. بمعنى أنه مجال الجاذبية الأرضية كلما ابتعدنا عن الأرض كلما إيش صار له؟ ضعف مجال الجاذبية. طيب الحين قالوا لكم لو أنتوا في هذا البيت مثلا، أنت كنت هنا وأخوك كان هنا وهذه هي الأرض، مين فيكم أقرب للأرض؟ أنت أقرب. طيب هل هذا معناته أنه مجال الجاذبية الأرضية عليك أنت أكثر من أخوك؟ لا طبعا. ليش؟ لأنه خطوط مجال الجاذبية تضعف لما تكون في مسافات هائلة. يعني أنتوا لو قستوا مجال الجاذبية الأرضية هنا وهنا بتحصلوه نفس الشيء، لأنه خطوط مجال الجاذبية الأرضية عشان تضعف وشدتها تقل لازم نبتعد واجد عن مركز الأرض. بمعنى مثلا أنه هنا وهنا، فاهمين؟ لكن في المنطقة نفسها هذه لا، ما راح تقدروا أنكم تقيسوا أنه في فرق داخل الجاذبية الأرضية. طيب يمكن واحد منكم يقول وش دراش، يمكن تضعف قوة الجاذبية الأرضية، أنت كيف قستي أصلا؟ أوكي، نحن نعرف أنه مجال الجاذبية الأرضية هي نفسها إيش؟ قوة الجاذبية الأرضية. يعني شدة مجال الجاذبية الأرضية يساوي شدة مجال قوة الجاذبية الأرضية. ودرسته في الصف التاسع أنه مقدار أو قوة جذب الأرض للكتلة هذا إيش يساوي؟ يساوي الوزن. ما درسنا إنه الوزن هو مقدار جذب الأرض للكتلة، لأي كتلة، فإذا الوزن يساوي مجال الجاذبية الأرضية أو مقدار قوة جذب الأرض للجسم. فعشان نتحقق إيش نسوي؟ نروح نوزن، نجيب ميزان ونوزن مرة هنا ومرة هنا، مرة في أسفل ومرة في الطابق العلوي. إيش بتلاحظوا؟ بتلاحظوا إن قراءة الميزان ما رح تتغير. ليش؟ لأنه قوة مجال الجاذبية الأرضية فقط يتغير لما نبتعد مسافات شاسعة. تمام، عشان نكون ما نسينا أي نقطة خلونا نقرأ هذه الفقرة. قالكم يبين الشكل هذا مجال الجاذبية الأرضية بالقرب من سطح الأرض، يتضح خطوط المجال داخل المبنى وحوله أنها ويش رأسيا إلى أسفل، وخطوط المجال متوازية تماما وتفصل بينهما مسافات متوازية. يعني شوفوا هذا متوازية والمسافات بينها كلها متوازية. خلوني أمسح. فإن شدة مجال الجاذبية هي نفسها تقريبا في جميع نقاط داخل المبنى وحوله، يعني مجال الجاذبية في كل المبنى نفس الشيء. والدليل على ذلك إيش؟ وزنك هو تقريبا نفسه في كل مكان. تمام، فقالكم هنا أنه لا يصبح وزنك أقل عندما تصعد إلى الطابق العلوي، أي أنه كل مكان وزنك نفسه. تمام، لاحظوا هنا قالكم نصف مجال الجاذبية الأرضية بأنه شعاعي. ليش شعاعي؟ شعاعي باختصار لأنه خطوط الجاذبية الأرضية إيش؟ تتباعد كلما ابتعدنا عن مركز الأرض. فدائما خطوط المجال أو أي شيء يبتعد يعني بهذه الطريقة يسموه إيش؟ يسموه شعاعي، أي أنه يبتعد خطوط مجال الجاذبية الأرضية تتباعد كلما ابتعدنا عن مركز الأرض.
تمام، ولكن إذا خذينا منطقة بسيطة جدا في الأرض بتلاحظوا إنهن إيش؟ بتلاحظوا إنها متوازية نفس هذا المبنى وليست شعاعية، يعني على حسب المقياس أو المنطقة اللي تاخذوها. إذا خذيتوا المقياس ككل، الأرض ككل، بتلاحظوا إنها شعاعية، ولكن لو أخذنا منطقة بسيطة راح تكون عبارة عن خطوط متوازية. أيضا هنا قالوا لكم كوكب المشتري أضخم بكثير من الأرض، فإننا سنمثل مجال جاذبيته برسم خطوط مجال أكثر تقاربا من الأرض. يعني مثلا لو أنتوا عندكم هنا الأرض وعندكم المشتري، شيء طبيعي أنه المشتري بتلاحظوا أنه خطوط الجاذبية الأرضية عددها سوري الجاذبية تبع المشتري خطوط المجال ماله راح تشوفوه أنه أكثف ومتقارب أكثر، بينما الأرض بتلاحظوا أنها متباعدة وعددها قليل. فدائما الكوكب اللي كتلته عالية جدا معناته أنه خطوط مجال الجاذبية تبعه بتكون أكثر متقاربة. ليش؟ لأنه مجال الجاذبية بيكون أشد، بينما الأرض لأنها أقل كتلة من المشتري فبتلاحظوا أنها متباعدة وأقل. أوكي، راح ننتقل الحين لقانون نيوتن للجاذبية. طبعا نيوتن من أوائل الأشخاص اللي درسوا الجاذبية والمجال الجاذبي الأرضي. فإيش اكتشف؟ اكتشف قانون. هذا القانون يقوم بحساب قوة الجذب بين أي كتلتين. بمعنى مثلا هذا عندكم الأرض، وهذا الأرض إذا هنا في كرة فإنها بتجذبها باتجاهها، صح؟ تمام، هو قدر يحسب هذه قوة الجاذبية بينهم. طبعا لنفترض أنه الأرض عندها كتلة مقدارها M، وهذا الجسم عنده قوة مقدارها M small، كل واحدة لها كتلة. لأنه نيوتن داخل قانون نيوتن للجاذبية يشترط أنه أول شيء يكون معكم لازم كتلتين، ما كتلة واحدة بس، كتلتين، وكل كتلة تكون عندها أوكي، يعني كل جسم تكون عنده كتلة معينة. وجد نيوتن أنه ما مش فقط الأرض تجذب الكتلة هذه، لا، حتى هذه الكتلة الصغيرة تجذب الأرض. فوجد أنه الأرض مثلا، هذا بنقول الأرض وهذا بنقول كرة، وطبعا هذا ينطبق على أي كتلتين لهم كتلة. وجد أنه الأرض تجذب الكرة بقوة إلى الأسفل، ووجد أيضا أنه هذه الكرة تجذب الأرض باتجاهها. تمام، يعني باختصار قوة نيوتن للجاذبية تدرس إيش؟ تدرس قوة التجاذب بين أي كتلتين. وجد أنه الكتلة الأولى راح تجذب الكتلة الثانية بقوة للأسفل مثلا في حالة عندنا الأرض، والثانية أيضا راح تجذب الأولى باتجاهها، فكل واحدة جالسة تشد الثانية باتجاهها، فهذه قوة نسميها F1 وهذه القوة اللي هي F2. وطبعا القوة تكون دائما طالعة من المركز، تمام، في الأرض من مركزها، وهذه الكرة تكون أيضا من مركزها من هنا. وطبعا لأنه قوة الجاذبية دائما تكون من مركز الكتلة، فنقدر نقول عن أي كتلتين بينهم تجاذب نقول كتلتين نقطيتين. ليش قلنا كتلتين نقطيتين؟ لأنه دائما نعتبر أن قوة التجاذب بينهم تكون طالعة من وين؟ طالعة من مركز الكتلة. طيب خلونا الحين نجي لنيوتن. نيوتن إيش اكتشف؟ نيوتن اكتشف باختصار أنه
لو عنده كتلتين، وما شرط ترى تكون الأرض وكرة، لا، حتى مثلا لو عندكم كتلتين مختلفات، مش يعني أرض، نفس الشيء، بيوجد إنه هذه تجذب هذه الكبيرة، تجذب هذه باتجاهها، والثانية أيضا تجذبها باتجاهها. نفس الشيء لو كان عندكم مثلا كتلتين ثانيتين بهذا الشكل، وجد هذا بسميها واحد وهذا اثنين، وجد إنه الأولى تجذب الثانية باتجاهها، والثانية نفس الشيء تجذب الأولى باتجاهها، ووجد إنه هاتين القوتين يكونن متساويات في المقدار ولكنهن عكس الاتجاه. تمام؟ يعني مثلا هذه الأرض بنقول تجذب الكرة بقوة مقدارها مثلا 5 نيوتن إلى الأسفل، ونفس الشيء الكرة هذه تجذب الأرض بقوة 5 نيوتن إلى الأعلى، فالقوة بينهم تكون متساوية في المقدار ولكنها إيش؟ عكس الاتجاه. وهذا إذا ذكركم بشيء، ذكركم بقانون نيوتن الثالث للحركة. إنزين، فالحين قانون نيوتن للجاذبية على إيش ينص؟ ينص على أي كتلتين نقطيتين تجذب كل منهما الأخرى بقوة. شايفين يعني أي عندكم أي كتلتين نقطيتين؟ وليش قلنا نقطيتين؟ لأنه دائما نعتبر أن القوة تكون طالعة من مركز النقطة، فكأنه يعني القوة كامل طالعة من النقطة، فسميناهم كتلتين نقطيتين تجذب كل منهما الأخرى بقوة. هذه القوة تتناسب طرديا مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسيا مع مربع المسافة بينهما. إيش معنات هذا الكلام؟ خلوني أشرح لكم إياه. نيوتن وجد أنه كلما كانت كتل الأجسام، هذه كتلتها M وهذه M، تمام؟ مثلا هذه بنقول 50 كيلوغرام، والثانية مثلا 60 كيلوغرام، وعندكم أيضا كتلتين ثانيتين، هذه 2 كيلوغرام وهذه بنقول نفس هذه 50 كيلوغرام. إيش وجد نيوتن؟ وجد نيوتن إنه قوة التجاذب أعلى بتكون في الحالة الأولى. ليش؟ لأنه وجد إنه القوة، قوة الجاذبية، جاذبية الأشياء باتجاه بعضها، تتناسب طردياً مع حاصل ضرب كتلتيهما مع بعض. يعني كلما كان حاصل ضرب الكتلتين أعلى، كلما كانت القوة أعلى. فهنا 50 في 60 أكبر من 50 في 2، فهنا قوة الجاذبية بتكون أعلى. وطبعا هذا لو كانت المسافة بينهم نفس الشيء. تمام؟ إنزين، فهذا الشيء الأول. الشيء الثاني إيش وجد؟ وجد إنه لو كانت يعني ما القوة ما بس تتأثر بحاصل ضرب الكتلة، أيضا تتأثر بشيء ثاني. وجد إنه لو كانت هنا عندكم كرة وهنا كرة، باثنينتهن نفس الكتلة، هذه 1 كيلوغرام وهذه 1 كيلوغرام، ونفس الشيء هنا عندكم كرتين والمسافة بينهم هذه 1 كيلوغرام وهذه أيضا 1 كيلوغرام، المسافة بين هذه وهذه كان عبارة عن 4 متر، بينما المسافة بين هذه وهذه 2 متر. إيش وجد نيوتن؟ وين تتوقع قوة الجاذبية بتكون أعلى؟ وجد نيوتن أن قوة الجاذبية هنا راح تكون أعلى، هنا قوة الجاذبية راح تكون أقل. فإيش لاحظ؟ لاحظ أنه كلما الجسمين اقتربوا من بعضهم البعض، كلما قوة الجذب بينهم صارت أشد، بينما كلما ابتعدوا كلما إيش؟ صارت أقل. فوجد هنا أن القوة تتناسب عكسيا مع المسافة بين الجسمين، عشان كذا قال أنه الـ F القوة تتناسب عكسيا مع الـ R. الـ R طبعا يقصدوبها المسافة بين الجسمين.
لكن نيوتن لاحظ في شيء جدا مهم، هو أن القوة ما فقط تتناسب عكسيا مع المسافة بين الجسمين، ولكن عكسيا مع مربع المسافة. كيف يعني؟ بمعنى أنه كلما قلت المسافة للنصف، القوة راح تزيد 4 أضعاف. يعني إذا هنا القوة كانت F1، هنا راح تكون عبارة عن 4F1. تمام؟ ليش؟ لأنه شوفوا هنا قال لكم المسافة 4 متر، تلاحظوا أنها قلت إلى النصف، فلما المسافة تقل إلى النصف القوة إيش راح يصير لها؟ راح تزيد، لأنه العلاقة عكسية. ولكن هل بتزيد للضعف؟ لا، بتزيد 4 أضعاف. عشان كذا قال إنه القوة تتناسب عكسيا مع مربع إيش؟ المسافة بين الجسمين. تمام؟ فلاحظوا هنا إن القوة تتناسب طرديا مع حاصل ضرب كتلة الجسيمين، وعكسيا مع مربع المسافة بينهما. طيب الحين إذا دمجنا هذيلا مع بعض بتلاحظوا إنه القوة، وطبعا إنه القوة هنا عليها فوقها سهم، ولذلك ليش؟ لأن القوة عبارة عن كمية متجهة، يعني عشان نحددها بشكل صح لازم نعين قيمتها واتجاهها. تمام؟ فندمج هذيلا مع بعض. إذا هي تتناسب طرديا مع الكتلة، مع حاصل ضرب الكتلة، فنخليهم فوق، وعكسيا مع مربع المسافة بينهما فنحطها تحت. انزين، بعدين لاحظوا نيوتن انه كل مرة لما يحسب قوة الجاذبية الأرضية بين أي جسمين دائما هنا رقم يتكرر. فعشان الحين نكتبه كقانون راح نستبدل هذه الإشارة باليساوي، وهنا القانون يعني الرقم اللي دائما يتكرر يسمى ثابت التناسب، ورمز له بالرمز جي، وكتب بعدين بقية الأشياء. طب هذه تسمى بثابت الجاذبية. تمام؟ تسمى ثابت الجاذبية، وهي عبارة عن رقم ثابت يعطوكم إياه ما أنتو تحسبوه. فآخر شيء نفس ما أنتو شايفين هنا، هذا القانون هو قانون نيوتن للجاذبية. يعني شايفين هذا القانون يحسب لكم الجاذبية بين أي جسمين لهما كتلة وبينهم مسافة. طبعا هنا لاحظوا قالوا لكم ثابت الجاذبية، أو أحيانا يسموه الثابت الكوني، له قيمة اللي هي هذه، قيمته دائما ثابتة. أما بالنسبة للمسافة بين الجسمين فدائما تكون من وين لوين؟ من مركز كتلة الجسم الأول إلى مركز كتلة الجسم الثاني، هذه الآر. طبعا لا تنسوا تعملوا لها بعدين تربيع في هنا في القانون. طبعا الشيء الثاني قالوا لكم في شرط انه هذه المسافة، شوفوا، شرط ان تكون المسافة من المركز الى المركز اكبر من مجموع نصفي قطرهما. وش يعني ذا الكلام؟ يعني الار ما تكون كذا، يعني شوفوا لو كانت كذا، يعني لو كان الجسم ملاصق حال الجسم الثاني، الار بتكون ايش؟ المسافة من مركز لمركز بتكون هذه. هذه المسافة اللي أنا الحين رسمتها الحين، هذه عبارة عن إيش؟ عبارة عن مجموع نصف قطريهما. يعني هذه ما نصف قطر الكرة الأولى، وهذا نصف قطر الكرة الثانية. فالآر لازم تكون أكبر من مجموع نصف قطريهما. يعني خطأ أن نحن ناخذ الآر هذه اللي هي مجموع نصف قطريهما، لا، كذا بيكون متلاصقات. إذا كانت الـ R تساوي مجموع نصفي قطرهما بيكون متلاصقة، فما بنقدر نجيب قوة الجذب بينهم. فقالوا لكم هنا الـ R دائما لازم تكون قيمتها أكبر من قيمة
مجموع أنصاف الأقطار تبعها، تمام؟ يعني مثلا هذه شوفوا هنا مجموع نصف قطريهما، مثلا بنقول هذه 2 متر وهذه مثلا 2 متر، فمجموع نصفي قطرهما وجدنا كم؟ 4 متر. طيب هنا لو كذا وكذا، شايفين هذه المسافة R، هنا عندكم 2 متر، هنا 2 متر، وهنا مثلا بنقول 2 متر، فالR هنا كم؟ 6 متر. فهذه أيوة هنا بتكون في بينهم قوة جذب، ليش؟ لأنه الR أكبر من مجموع نصفي قطرهما، يعني باختصار ما يكون المتلاصقة كذا، لأنه متى الR بتساوي مجموع نصفي قطرهما؟ إذا كان المتلاصقات، فالمسافة من مركز الأولى لمركز الثانية بيكون هذا. تمام، الحين خلونا نتكلم بشكل أكثر مفصل عن قانون نيوتن للجاذبية، ورح ناخذ في عين الاعتبار هذه المرة كأننا نريد نقيس الجاذبية بين مثلا شخص وبين الأرض. فقالوا لكم أول شيء كل الكتلتين مهمة، يعني كتلة الشخص وكتلة الأرض باثنينتهن مهمات، لأنه قوة الجاذبية راح تعتمد على كتلتك وكتلة الكوكب اللي أنت فيه. فمثلا أنت لو كنت على كوكب مثلا المشتري، ومرة كنت على كوكب الأرض، وين قوة الجاذبية بتكون أعلى؟ طبعا لما بتكون على المشتري، ليش؟ لأنه كتلته أكبر. تمام، نيجي الحين للشيء الثاني اللي هي المسافة. قالوا لكم من هنا تلاحظوا أنه العلاقة بين المسافة والقوة عكسية، يعني كلما ابتعدتوا عن مركز الأرض كلما كانت قوة الجاذبية بينكم أضعف. فمثلا لو كنت هنا المسافة 2 متر، بعدين ابتعدت عن الأرض بمقدار الضعف، وش يعني مقدار الضعف؟ يعني ضعف المسافة اللي أنت كنت فيها، فابتعدت بمقدار 4 متر، إيش راح تصير حال قوة الجاذبية؟ قوة الجاذبية راح تقل إلى الربع، تمام؟ يعني شوفوا باختصار إنه إذا المسافة الR صارت 2R، تمام؟ زادت للضعف المسافة، القوة وإيش بيصير لها؟ راح تقل إلى الربع، بتصير ربع الاف الاولانيه. طبعا هذا راح اشرحها لكم بشكل اكثر بعدين، وبتشوفوا كيف تحلوا المسائل عليها. طيب ممكن الحين تسالون تقول زين ليش، يعني لماذا نحن لما نبتعد عن مركز الارض كذا يصير في القوه؟ خلوني هنا اشرح لكم. شوفوا لاحظوا انه مثلا لنفترض انه في جسم اول شيء كان يقف هنا على مسافه مقدارها r من مركز الارض، شايفين هذا الr؟ فلاحظوا أن خطوط المجال عندكم 4 خطوط مجال متوزعة على هذه المساحة، تمام؟ شوفوا هذا خط وهذا خط وهذا خط وهذا خط، فهذه المساحة مقدارها إيه؟ لاحظوا أنه لو أنا مشيت ضعف المسافة، يعني هذه R، كم ضعفها؟ ضعفها يعني 2R، فبمعنى أنه الجسم الحين لما بيصير هنا على بعد 2R، لاحظوا أنه خطوط المجال الكهربائي، لأنها دائما قلنا هي شعاعية، راح تتحرك أو راح تتوزع على هذه المساحة. هذه المساحة لاحظوا أنها كم تساوي؟ تساوي 4A، 4 أضعاف المساحة الأولى. وبالتالي يعني شوفوا هنا خطوط المجال كانت متوزعة بس على هذه المساحة، فكانت متركزة، لكن لما ابتعدت صارت متوزعة على 4A. هذا الشيء راح يخلي تركيزها يقل، وبالتالي القوة راح تقل إلى الربع. ليش؟ لأن خطوط المجال هذه صارت متوزعة على 4 مساحات، فتركيزها قل من لما كانت فقط على مساحة واحدة. طبعا هذا القانون يسمى قانون التربيع العكسي. إيش يعني قانون التربيع العكسي؟ يعني إنه مثلا كلما زاد هذا للضعف فإنه هذاك يقل إلى
الربع، بمعنى أنه التربيع العكسي يعني أنه العلاقة تكون عكسية، ما مع المسافة وإنما مع مربع المسافة. نلاحظوا هنا قالوا لكم أنه دائما قوة التجاذب بين الجسمين تكون من المركز، فشايفين الأرض تجذب هذا الجسم من مركزه باتجاهها، وهذا الشخص أيضا يجذب الأرض من مركزها باتجاهه. طبعا المسافة دائما تكون من مركز الكتلتين، القوة تكون متساوية في المقدار ومتعاكسة بالاتجاه. طبعا الأرض تجذب الجسم بقوة وزنه، وزن هذا الشخص، والشخص نفس الشيء يجذب الأرض، ولكن هنا قوة جذب الشخص إلى قوة جذبه للأرض ما تكون تأثيرها جدا كبير. إيش السبب؟ السبب هو في اختلاف الكتلة، لأنه الأرض ضخمة جدا، كتلتها جدا عالية مقارنة في هذا الشخص، عشان كذا تأثير جذب هذا الشخص للأرض ما تكون يعني ما تكون كثير واضحة. لكن لاحظوا أنه يعني شوفوا الحين هذا الشخص قوة جذبه للأرض ما تكون واضحة لأنه وقت صغير، بس إذا جينا إلى الشمس، الشمس كتلتها أكبر من الأرض، عشان كذا قوة جذبها للأرض، يعني الشمس هي تجذب الأرض باتجاهها أيضا، والأرض بتدور حواليها بسبب قوة الجذب. لكن يعني شوفوا الشمس لأنه كتلتها عالية جدا، فإنه قوة جذبها على الأرض كانت واضحة، يعني صرنا نقدر نشوفها أنها واضحة، أنها تخليها تمشي حواليها في مدار. بينما الشخص لما حاول أنه يجذب الأرض تأثيره ما كان عالي لأنه كتلته قليلة. تمام، الحين نحل هذه الأسئلة. 1، احسب قوة الجاذبية. جسمين تفصل بين مركزيهما 1 سنتيمتر، يعني هذه المسافة بين مركزيهما، وكتلة كل منهما 100 جرام، هذه الكتلة. تمام، طبعا القوة أو شيء نكتب القانون اللي هو جي ام 1 في الام 2 على الار تربيع. الجي قيمة الجي ثابتة وتساوي 6.67 × 10^11. طبعا هذا الرقم راح يعطوكم اياه لا تحفظوه. كتلة الكرة الاولى، طبعا هم قالوا لكم وكتلة كل منهما، يعني باثنينتهم عندهم نفس الكتلة اللي هو 100 جرام، لكن هنا لازم تحولوا من الجرام إلى الكيلوغرام. ليش؟ لأن الوحدة الأساسية للكتلة هو الكيلوغرام، فبنقول 100 × 10^3، والكتلة الثانية اللي هي M2 نفس الشيء، 100 × 10^3، طبعا ضربناها في 10^3 للتحويل. تقسيم الآر، الآر أيضا عطوكم إياها بالسنتيمتر، لازم تحولوها للمتر، ف 1 × 10^2 ونضربها، لا ننسى نعمل التربيع. رجاء يا طلاب انتبهوا، التربيع مهمة، كثير طلاب يغلطوا لأنهم ينسوا التربيع، فالتربيع لا تنسوها أبدا. راح تطلع 6.67 × 10^9 نيوتن، هذه هي قوة الجذب. تمام، نيجي للسؤال رقم باء. كويكبين تفصل بين مركزيهما مسافة، هذه المسافة بينهم، وكتلة كل منهما هذه، فمباشرة هذا لأنه هذا بالمتر وهذا بالكيلوغرام ما يحتاج تحوله، مباشرة عوضوا داخل هذا القانون، راح تطلع لكم القوة تقريبا 1.04 × 10^8 نيوتن، طبعا ما يحتاج حلها لأنه تعويض مباشر. تمام، نجي الحين للسؤال رقم جيم. سؤال رقم جيم قالوا لكم عندكم قمر صناعي، كتلته، هذه كتلة القمر بنسميها M1، يدور حول الأرض على بعد من مركز الأرض، هذا البعد، هذا المسافة بينهم، علما أنه كتلة الأرض تساوي هذه، إذن هذا M2. فهنا نفس الشيء نعوض في القانون، الجي قيمته تعرفوها تعوضوا فيها، كتلة القمر الصناعي 1.4 × 10^14،
وكتلة الأرض هذه 6 × 10 = 24 كيلوغرام. طبعا سوري، هذه مش 14، 4 تقسيم. طبعا لقيت عوض بقيمتها الار. هذه المرة لاحظوا انه الار عطوكم اياها بالكيلومتر، بس نحنا نريدها بالمتر. فكيف راح نحولها بالمتر؟ راح نضربها في 10 أس 3 من كيلومتر الى متر. وطبعا لا تنسوا التربيع. وخلاص الناتج راح يكون عبارة عن 1.2 × 10⁵ نيوتن. طبعا لاحظوا طلاب، هذه تبع القمر الصناعي، لاحظوا انها القوة 10⁵، يعني كبيرة، بينما هذين الكتل الاول كانت سالب، يعني هذه قوة التجاذب بينهم ضعيفة لانه هنا بالسالب، بينما هنا هذه كبيرة لانه الاس بالموجب. فايش السبب؟ السبب لانه هنا الكتل في السؤال جيم الكتل كانت كبيرة جدا، عشان كذا القوة كبيرة، عكس أول شيء الكتل صغيرة فتكون صعب إنكم يعني تلاحظوا قوة التجاذب بينهم. تمام، نيجي للسؤال رقم 2. قدر قوة الجاذبية بين شخصين يجلسان جنبا إلى جنب على مقعد في الحديقة. يعني هنا عندكم شخصين جنب بعض جالسين في الحديقة. إنزين، وكيف تقارن هذه القوة بقوة الجاذبية التي تؤثر بها الأرض على كل منهما؟ تمام، يعني هم الحين أول شيء يريدون قوة التجاذب بينهم، وهنا قالوا لكم إنه كتلة كل شخص 70 كيلوغرام، والمسافة بينهم نص متر. إنزين، ويريدوا نقدر قوة الجاذبية بينهم، بعدين إيش؟ نقارنها بقوة جذب الأرض التي تؤثر بها الأرض على كل منهما. تمام، أول شيء خلونا نجيب القوة بينهم. القوة بينهم نفس الشيء، هنا جي الكتلة الأول في كتلة الثاني على المسافة بينهم تربيع. طلعت لنا القوة بينهم 10⁶ نيوتن، جدا صغيرة. إنزين، أما القوة التي تؤثر بهما الأرض على كل منهما، طبعا يريدوا يعني قوة جاذبية الأرض اللي هي الاف تساوي الام في الجي. بنسوي مثلا على الأول، الأول كم كتلته؟ 70 في الثابت الجاذبية تقريبا 10، يعني 700 نيوتن. فقوة جذب الأرض، هذا قانون قوة الجاذبية الأرضية، على الشخص الأول كان 700 نيوتن، ونفس الشيء الشخص الثاني بتكون 700 نيوتن لأنهم نفس الكتلة. فهنا إيش تلاحظوا؟ تلاحظوا إنه قوة جذب الأرض أكبر بكثير من قوة التجاذب بينهم، قوة التجاذب بينهم جدا قليلة. أوكي، رح نبدأ الحين في الدرس الثاني واللي رح يتناول شدة المجال الجاذبية اللي هو جي، واللي يعرف به أيضا تسارع الجاذبية الأرضية. شدة مجال الجاذبية هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن وصف لمدى قوة مجال الجاذبية أو ضعفه. يعني شدة مجال الجاذبية اللي هو جي، هذا قيمته توصف لنا مدى قوة الجاذبية أو ضعفها. يعني إذا كانت قيمتها كبيرة معناته أن قوة الجاذبية كبيرة، وإنما إذا كانت قوتها ضعيفة أو قليلة هذا دليل أنه قوة الجاذبية راح تكون ضعيفة. شدة مجال الجاذبية الأرضية مثلا عدنا إياها اللي هي إيش تساوي؟ 9.81 متر على الثانية تربيع. طبعا هذه الوحدة هي وحدة التسارع، لأنه شدة مجال الجاذبية يعتبر عبارة عن تسارع. ليش؟ لأنه هو يزيد من سرعة الأجسام الساقطة باتجاه الأرض. لكن طبعا شدة مجال الجاذبية أيضا عندها وحدة ثانية مكافئة للمتر على الثانية. يعني باختصار شدة مجال الجاذبية ما بس هذه وحدتها، أيضا عندها وحدة ثانية. من وين نقدر نجيبها؟ نحن نعرف من الصف 11 أنه الوزن يساوي الكتلة في تسارع الجاذبية الأرضية.
إذا قسمنا على الكتلة كلا الطرفين راح توجدوا إنه تسارع الجاذبية هو عبارة عن الوزن على الكتلة. طبعا تقدر تستبدلوا الوزن بقوة الجاذبية على الكتلة. ليش؟ لأنه الوزن وقوة الجاذبية الأرضية هي نفس الشيء. أوكي، الحين الوزن أو القوة إيش وحدتها؟ وحدتها نيوتن، والكتلة وحدتها الكيلوغرام. فإذا شدة مقال الجاذبية الأرضية أيضا ممكن نقيسها بوحدة النيوتن على الكيلوغرام. فإذا جينا لتسارع الجاذبية الأرضية اللي هو 9.81، إذا استخدمنا هذه النيوتن على الكيلوغرام الوحدة هذه، فمن هنا نقدر نستنتج إيش؟ نستنتج إنه لكل، لأنه ها هنا قدام الكيلوغرام عبارة عن واحد بس ما تكتب لأنه ما تأثر، نقدر نستنتج إيش؟ إنه لكل 1 كيلوغرام من الكتلة في عندكم إيش؟ قوة جاذبية 9.81، أو نقدر نشرحها بشكل أفضل هي إن نقول لكل 1 كيلوغرام من الكتلة يتعرض لقوة جاذبية مقدارها 9.8 نيوتن. فشايفين هنا إيش قالوا لكم؟ قالوا لكم شدة الجاذبية الأرضية اللي هي 9.8 نيوتن على الكيلوغرام، أي أن كل 1 كيلوغرام من الكتلة يتعرض لقوة جاذبية مقدارها 9.81. فهذا معنات شدة الجاذبية الأرضية، شدة مقال الجاذبية اللي هو جي عند أي نقطة ما هي قوة الجاذبية المؤثرة لكل وحدة كتلة. عشان كذا كانت هذه وحدتها، هي القوة المؤثرة، هذه ها القوة المؤثرة لكل وحدة كتلة. تمام، الحين راح نستنتج قانون ثاني لشدة الجاذبية أو شدة مقال الجاذبية. طبعا نحن قلنا إنه مقال شدة الجاذبية الأرضية عبارة عن قوة الجاذبية مقسومة على إيش؟ مقسومة على الكتلة. هذا من وين جبناه؟ جبناه من هنا. وطبعا هنا لاحظوا إنه حطينا إشارة المتجه، وبسبب إنه هذا عبارة عن متجه، شدة الجاذبية مقال الجاذبية دائما اتجاهه نحو مركز الأرض، عشان كذا نعامله معاملة المتجه. تمام، بالنسبة إلى قوة الجاذبية الأرضية أو قوة جذب الأرض للأجسام عبارة عن إيش؟ عبارة عن جي في كتلة الكتلة الأرضية، راح نرمز لها بدل لا نرمز بإم M1 M2 بنرمز M كابيتال لكتلة الكرة، والإم للكتلة اللي تأثر عليها على الآر تربيع. فبنعوض هنا بدل الإف بنعوض بهذه اللي هي جي إم، إم على الآر تربيع مقسومة على الإم. إيش تلاحظوا؟ تلاحظوا إنه هذه راح تروح عند هذه، راح تبقى لكم شدة مقال الجاذبية تساوي جي في الام على الار تربيع. فهنا ايش تلاحظوا؟ طبعا هذا عبارة عن ثابت، بتلاحظوا انه شدة المقال الجاذبية قيمته تعتمد على كتلة الجسم اللي هي كتلة الارض او الكتلة المسببة للمقال. يعني شوفوا قوة الجاذبية الأرضية كانت تعتمد على حاصل ضرب القوتين، هنا لا، هنا شدة المقال الجاذبية الأرضية، يعني نحن لما نريد نحسب شدة مقال الجاذبية لأي كوكب إيش راح نسوي؟ راح نضرب الجي داخل الكتلة المسببة للمقال اللي هي في هذه الحالة كتلة من كتلة الأرض تقسيم الآر تربيع. والآر طبعا إيش هي؟ الآر هي المسافة من مركز كتلة الجسم اللي مسبب الجاذبية. بمعنى أنه مثلا لو كان عندكم هنا الأرض،
هنا مثلا في جبال، هنا في هضاب، هنا في مستوى مسطح. فلو كنا نريد نحسب شدة الجاذبية الأرضية عند هذه النقطة، فإن الآر بتكون من هذه النقطة إلى مركز الأرض. طيب لو أريد أحسب شدة المجال عند قمة إفرست، فالآر راح تكون من قمة إفرست إلى وين؟ إلى مركز الأرض. طيب لو أريدها عند هذه النقطة، أريد أحسب يعني الجي عند هذه النقطة، بتكون من هذه النقطة إلى الجاذبية، فهذه هي الآر هنا. تمام، هنا عشان نفهم هذا الموضوع أكثر، لنفترض أنه هذا عندكم مثلا سطح الأرض، وسطح الأرض نحن نعرف أنه فيه أعلى قمة اللي هي قمة جبل إيفرست. إيش راح تلاحظوا؟ راح تلاحظوا أنه، خلوني هنا أكتب القانون تبع شدة المجال الجاذبية اللي هو جي إم على الآر تربيع. الآر هي المسافة من مركز كتلة الجسم اللي مسبب المجال اللي هو هنا المركز. فالحين لو كان الشخص، أو لو كنا مثلا، مش الشخص هذه المرة لأنه بس نتكلم عن كتلة واحدة، عند هذه النقطة شدة مجال الجاذبية الأرضية ما نفس هذه النقطة. تمام، هذه بسميها مثلا نقطة واحد وهذه النقطة اثنين. الجاذبية، شدة مجال الجاذبية هنا يعني بالقرب من مستوى سطح الأرض تقريبا تساوي 9.8 نيوتن على الكيلوغرام. لكن لو ارتفعنا إلى قمة إيفرست، طبعا قمة إيفرست يرتفع عن مستوى الأرض العادي تقريبا 8.85 كيلومتر. فهنا عند القمة شدة مجال الجاذبية راح يكون 9.77 نيوتن على الكيلوغرام. فتلاحظوا أنه شدة مجال الجاذبية انخفض بمقدار 0.3% من قيمته عند سطح الأرض. فشايفين؟ فلهذا السبب يعني شدة مجال الجاذبية الأرضية يعتمد على أو يتناسب عكسيا مع مربع المسافة. يعني كلما كنا مبتعدين جدا عن مركز الأرض بتلاحظوا أنه قيمته تنخفض. وطبعا بشكل عام قالوا لكم أنه مجال الجاذبية يعتمد على شيئين: كتلة الجسم الذي يسبب المجال، مثلا احنا في هذا المثال عندنا الأرض، والمسافة عن مركزه. يعني أي نقطة تحددوها لازم تعرفوا المسافة عن المركز. أيضا سبق أن قلنا أنه شدة مجال الجاذبية أيضا عندها وحدة ثانية اللي هو المتر على الثانية تربيع. طبعا هذه الوحدة هي وحدة التسارع، لأنه هذا شدة مجال الجاذبية الأرضية أيضا يسمى بتسارع الجاذبية، وأحيانا يسموه تسارع السقوط الحر، أي أنه هو اللي يتسبب بسقوط أو بزيادة سرعة الأجسام اللي تسقط باتجاه الأرض. فمثلا الأجسام اللي تكون قريبة من السطح لما بتسقط، بتسقط بتسارع مقداره 9.8 متر على الثانية، ولكن لو أسقطنا شيء في قمة إيفرست فإنه تسارعها بيكون أقل، بيكون 9.77 متر على الثانية. أوكي، الحين رح نحل هذا المثال. قالوا لكم هنا يبلغ نصف قطر الأرض 6400 كيلومتر. تمام، هذا إيش؟ هذا نصف قطر الأرض، يعني هذه الأرض نصف قطرها، يعني المسافة من مركزها لهنا للسطح كم تساوي؟ 6400 كيلومتر. وشدة مجال الجاذبية على سطح الأرض، شدة المجال الجاذبية هنا كم يساوي؟ 9.81 نيوتن على الكيلوغرام. استخدم هذه المعلومات لتحديد كتلة الأرض ومتوسط كثافتها. ممتاز، يعني يريدوا كتلة الأرض ويريدوا إيش؟ يريدوا متوسط كثافتها. أول شيء عشان نحسب كتلة الأرض إيش راح نستخدم؟ أي قانون؟ بنستخدم هذا القانون اللي هو الجي
يساوي جي ام على الار تربيع، هذا اللي استخرجناه قبل شوي. الجي عندكم قيمته 9.81، تساوي عندكم هنا الجي اللي هو 6.67 في 10^11، وكتلة الأرض هي المطلوبة، فننزلها نفس ما هي على الآر تربيع. الآر طبعا بالكيلومتر 6400، نحولها للمتر اللي هو في 10^3 والكل تربيع. الحين إيش راح نعمل؟ راح نضرب طرفين في وسطين، يعني راح نضرب هذا العدد في هذا العدد، بعدين راح نقسم على هذا عشان نطلع الام. فالكتلة تبع الأرض بتكون 6 × 10^24 كيلو جرام، هذه هي كتلة الأرض. طيب الحين نريد متوسط كثافة الأرض. متوسط كثافة الأرض عبارة عن الكتلة على الحجم. طيب الكتلة عندنا إياها اللي هي 6 × 10^24. طيب إذا جينا للحجم، كيف نقدر نجيب حجم الأرض؟ شوفوا، أول شيء الأرض هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن كرة، فإذا هذا الحجم بيكون حجم الكرة. حجم الكرة كم يساوي؟ يساوي 4/3 باي آر تكعيب. فبنعوض هنا 4/3 باي الآر تكعيب اللي هي إيش عندكم؟ هذه نصف القطر بس مكعب، فبيكون 6400 × 10^3 والكل تكعيب، يعني تحولوها للمتر وبعدين تكعبوها، فرح يطلع لكم الناتج 5.5 × 10^3. هذه هي، وطبعا الوحدة كيلوغرام متر تكعيب. هذه هي كثافة الأرض. تمام، نبدأ الحين بحل الأسئلة. قالوا لكم ستحتاج إلى البيانات الواردة في الجدول 1 إلى 1 للإجابة عن الأسئلة 3 إلى 7. تمام، عطوكم هنا جدول الأرض القمر والشمس، عطوكم كتلة كل واحدة فيهم، نصف قطر كل واحدة فيهم بالكيلوغرام، والمسافة من مركز الأرض أوكي، يعني مسافة كل واحد فيهم من مركز الأرض. تمام، نيجي للأسئلة. عندكم السؤال رقم 3، قالكم يبلغ ارتفاع جبل إيفرست، هذا تقريبا 9 كيلومتر، قدر كم يقل وزن متسلق جبال كتلته 100 كيلوغرام مقارنة بوزنه عند مستوى سطح البحر؟ هل سيكون هذا الاختلاف قابلا للقياس بميزان الأشخاص؟ هذا السؤال الأول، يعني لو أنتوا عندكم هنا الأرض والأرض فيها جبل إيفرست صح؟ قالوا لكم جبل إيفرست هذا كم ارتفاعه يبلغ؟ 9 كيلو متر. قدر كم يقل وزن متسلق جبال، يعني في عندكم شخص متسلق جبال كان على الأرض وبعدين راح وتسلق، وهو كتلته كم هذا الشخص؟ كتلته 100 كيلوغرام. انزين، فيريدوا يعرفوا قد كم راح يقل وزنه، يعني وزنه هنا هل بيكون نفس وزنه هنا؟ يعني هل وزنه عند مستوى سطح البحر، يعني على سطح الأرض، نفس وزنه لما بيكون على قمة الجبل؟ بعدين سؤال ثاني، هذا الاختلاف في الوزن هل بيكون قابل للقياس بميزان الأشخاص، يعني بالميزان العادي؟ تمام، فخلونا نقيس الوزن. أول حاجة طبعا بنقيس الوزن عند مستوى سطح البحر، عند مستوى سطح البحر. طبعا عند مستوى سطح البحر نحن نعرف أول شيء أن الوزن يساوي قوة جذب الأرض للجسم لكتلة هذا الشخص، واللي هي إيش تساوي؟ تساوي جي ام كتلة الأرض في كتلة الشخص على المسافة من مركز الأرض إلى الشخص. فهنا إذا جينا حل الشخص لما كان على مستوى سطح البحر،
كان المسافة من مركز الأرض تساوي نصف قطر الأرض، شايفين؟ لأنه هو هنا على سطحها، فالمسافة من مركزها يساوي نصف قطر الأرض اللي هي هذه المسافة. فهنا الجي أنتو عندكم قيمتها تساوي 6.67 في 10 سالب 11، كتلة الأرض عطوكم إياها 6 × 10^24، في كتلة الشخص كانت كتلته 100 كيلوغرام، ما شاء الله متين، على الأر. الأر قلنا بتكون المسافة من هنا لهنا هو نصف قطر الأرض، بس نحولها من كيلومتر إلى متر، فبنقول 6400 في 10^3 والكل تربيع، راح يطلع لكم الناتج 977 نيوتن. تمام، هذا وزنه عند مستوى سطح البحر. الحين راح نحسب وزنه عند قمة الجبل. طبعا نفس الشيء، بنستخدم نفس القانون اللي هو جي ام ام على الار تربيع. هذه نفسها الكتلة، نفسها هذه نفسها، بس بتختلف في الار. هذه المرة المسافة تبع الشخص إلى مركز الأرض بيكون عبارة عن إيش؟ عبارة عن هذه المسافة اللي هي نصف قطر الأرض زائد ارتفاع قمة جبل إيفرست. يعني الآر بتقوله 6400 كيلومتر زائد 9، فبيكون 6409 كيلومتر هذا الآر. فلما بتعوضوا هنا بالآر بتعوضوا بها بإيش؟ بتقولوا 6409 في 10^3 والكل تربيع، والأرقام نفسها الباقي. راح يطلع لكم الوزن 974 نيوتن. فهذا الوزن عند قمة الجبل، وهذا الوزن عند مستوى سطح البحر. إيش تلاحظوا؟ تلاحظوا إنه في عندكم اختلاف بسيط، فالفرق بينهن بيكون 977 - 974 بيعطيكم 3 نيوتن. يعني بس الفرق 3 نيوتن، فرق جدا بسيط، وما رح نقدر نشوف هذا التغير لو استخدمنا ميزان الأشخاص. ليش؟ لأنه ميزان الأشخاص ما يعتبر حاجة دقيقة، ففي الأغلب لما تقيسوا بميزان الأشخاص ما رح تحصلوا فرق كبير، يعني ما بيوضح لكم هذا الفرق. تمام، نجي الحين لحل السؤال رقم 4. ألف، احسب شدة مجال الجاذبية بالقرب من سطح القمر وبالقرب من سطح الشمس. طبعا يريدوا شدة مجال الجاذبية 1 اللي هو جي، واللي يساوي جي ام على الار تربيع. طبعا تعويض مباشر، الجي عندكم ثابت الجاذبية، الام اللي هي الكتلة، كتلة من كتلة القمر في البداية اللي هي هذه كتلة القمر 7.3 × 10^22، تقسيم الار اللي هي عندنا قالوا لكم بالقرب من سطح القمر، يعني هنا فالمسافة منه من المركز تساوي ايش؟ تساوي نصف القطر اللي هو 1740 في 10^3، طبعا حولوا من كيلومتر الى متر والكل تكعيب، راح يطلع لكم 1.6 نيوتن على الكيلوغرام. هذه شدة مجال الجاذبية. تمام، طيب 2 بالقرب من سطح الشمس، نفس الشيء تستخدموا نفس القانون، لكن الكتلة راح تستخدموا كتلة الشمس، والمسافة بتستخدموا نصف قطر الشمس، فتعوضوا تعويض مباشر راح يطلع لكم 270 نيوتن على الكيلوغرام. طبعا تلاحظوا شدة مجال جاذبية الشمس جدا عالية، وذلك بسبب كتلتها الكبيرة. طيب نيجي للسؤال رقم باء.
قالوا لكم اقترح كيف تساعد إجابتك في شرح سبب وجود غلاف جوي رقيق للقمر بينما يكون للشمس غلاف جوي سميك. تمام، هذا عندكم القمر وهذه الشمس. القمر قالوا لكم الغلاف الجوي تبعها، يعني الغازات أو الغلاف الجوي، يعني مجموعة من الغازات اللي تحيط بالكوكب. القمر جدا رقيق، بينما الشمس لا، الشمس سميك الغلاف الجوي. إيش السبب؟ السبب هو لأنه القمر شدة الجاذبية تبعه جدا قليلة، اللي هي 1.6 نيوتن. هذا الشيء راح يؤدي إلى ماذا؟ راح يؤدي إلى أنه جزيئات الغاز راح تقدر أنها، يعني جزيئات الغاز راح تكون عندها طاقة كافية عشان تتحرر من قوة جاذبية القمر، لأنه شدة الجاذبية ماله جدا قليلة، عشان كذا الغازات بتقدر أنها تتحرر وتبتعد، عشان كذا بتحصله بس قليل، غلاف غازي قليل حول القمر. بينما الشمس لأنه نفس ما أنتم شايفين هنا شدة الجاذبية مالها جدا عالية، هذا الشيء راح يؤدي أنها هي تجذب الغازات دائما باتجاهها، عشان كذا راح يكون غلافها الجوي سميك. تمام، نيجي الحين للسؤال رقم 5. السؤال رقم 5 جدا مهم وركزوا فيه. قالوا لكم احسب شدة مجال الجاذبية الأرضية، يعني ريدو الجي للأرض، لكن من وين؟ في موقع القمر. يعني الحين انتوا عندكم هذه الأرض وهنا القمر، يريدوكم تحسبوا الجي وين؟ في موقع القمر. ويريدوا الجي تبع من؟ مش تبع القمر، لا، تبع الأرض، تبع الجاذبية الأرضية، ولكن عند القمر. فإيش راح نسوي؟ راح نقول الجي تساوي جي ام على الار تربيع. الجي تعرفوها، الام كتلة من؟ كتلة، بما انهم يريدوا شدة مجال الجاذبية الأرضية، يعني كتلة الكتلة اللي مسببة المجال الجاذبي اللي هي الأرض، فكتلة من هنا الأرض. تقسيم الآر هنا، عاد الآر وش هي بتكون؟ الآر هي المسافة من مركز القمر لمركز الأرض. ليش؟ لأنه هم هنا، أو مشط من مركز القمر حتى من هنا، من أي موقع في القمر. تمام، يعني نحن كأننا نريد نحسب شدة مجال هذه الأرض عند هذا الموقع، يعني نحن ما درسنا قبل هنا عند سطحها ودرسنا عن قمة جبل إيفرست، الحين لا، الحين نريده هنا. فخلاص تعويض الجي عندكم تعرفوا قيمتها، الام كتلة الأرض اللي هي 6 × 10^24 على الار. الار الحين ويش؟ هي المسافة من مركز الأرض لين القمر، واللي هي معطيني إياها هنا. شوفوا القمر، المسافة من القمر إلى مركز الأرض أعطوكم إياها 3.8 × 10^5، طبعا بالكيلو متر أعطوكم إياها. فإيش تسووا؟ رح نضربها في 10^3، وبعدين رح نسوي كامل تربيع، يعني هذا بنضربه في 10^3 والكل رح نعمل له تربيع، فرح يطلع لكم الناتج 2.8 × 10^3 نيوتن على الكيلوغرام. تمام، اوكي، الحين نيجي للسؤال باء. اوكي، السؤال رقم باء قال احسب القوة التي تؤثر بها الأرض على القمر، ثم احسب تسارع القمر نحو الأرض. اوكي، اول شيء بنحل الشق الأول اللي هو احسب القوة، فيريدوا ايش؟ يريدوا هنا قوة التي تؤثر بها الأرض على القمر، يعني القوة اللي تأثر فيها الأرض على القمر. طيب، قانون القوة عندكم هذا اللي هو جي كتلة الجسم الأول في الثاني على الآر تربيع. فبما أنه هو بين الأرض والقمر، إيش راح تسووا؟ جاذبية عندكم، هذه الكتلة راح تكون كتلة الأرض مضروبة داخل كتلة القمر على الآر. الآر وش هي؟ هي هذه، لأنها المسافة من مركز الأرض إلى القمر اللي هي 3.8، المهم هذه نفسها بالضبط
تحلوا تكتبوها هنا، راح يطلع لكم الناتج النهائي 2 × 10^20 نيوتن. هذه هي القوة. بعدين قالوا لكم إيش؟ ثم احسب تسارع القمر نحو الأرض. إنزين، يريدوا تسارع القمر نحو الأرض، فبما أنهم يريدوا تسارع القمر نحو الأرض، يعني يريدوا تسارع القمر، يعني نحن نعرف أن التسارع، عندنا هذا القانون الـ F تساوي الـ M في الـ A. إنزين، فإذا نحن نريد تسارع القمر نحو الأرض، اللي هو هذا A، راح نقسم القوة اللي هي قوة تجاذب بينهما على كتلة. كتلة من؟ كتلة القمر. ليش كتلة القمر؟ لأنه نحن نريد نحسب تسارع القمر. فالإف القوة هنا راح تكون عندكم 2 × 10^20 نيوتن، هذه نطلعينها من السؤال اللي قبل، على الكتلة اللي هي كتلة القمر تساوي 7.3 × 10^22. راح يكون الناتج 2.9 × 10^3 متر على الثانية تربيع. هذا هو تسارع القمر نحو الأرض. تمام، نيجي للسؤال رقم 6. قالوا لكم هنا تبلغ كتلة المشتري 320 مرة من كتلة الشمس. ما شاء الله كبير. المشتري كتلته كم تساوي؟ تساوي 320 مرة من كتلة من الأرض، يعني بتكون 320 ضرب كتلة الأرض. كم كتلة الأرض هذه؟ اللي هي 6 × 10^24 كيلوغرام، يعني هذا ضربوه في هذا، عملوا عملية ضرب. ونصف قطره يساوي 11.2 مرة نصف قطر الأرض. طيب الآر تبع المشتري يساوي 11.2 من الآر تبع الأرض، اللي هو بيكون 11.2 راح نضربها في إيش؟ نصف قطر الأرض اللي هي 6400 كيلومتر. تمام، وشدة مجال الجاذبية على سطح الأرض تساوي هذا. أوكي، احسب شدة مجال الجاذبية بالقرب من سطح كوكب المشتري. أوكي، فشدة مجال الجاذبية بالقرب من سطح المشتري، يعني يريدوا شدة مجال الجاذبية لسطح المشتري، بتكون عبارة عن الجي داخل كتلة المشتري على الآر تربيع. كلهم عندكم إياهم، اعملوا تعويض. فأول شيء عندكم الجي اللي هي 6.67 × 10^11 في الكتلة اللي هي هذه 320 × 6/10^24 على الآر اللي هي 11.2 × 6.400. لا تنسوا تحولوها من كيلومتر للمتر عن طريق انكم تضربوه 10^3 والكل تربيع. طبعا عفوا، هنا 6400 بدون فاصلة. المهم عملوا هذا بالحسابة، راح يطلع لكم الناتج تقريبا 24.9 اللي هي بالتقريب 25 نيوتن على الكيلوغرام. فهذه هي شدة الجاذبية على سطح كوكب المشتري. نيجي الحين للسؤال رقم 7. قالوا لكم يسهم كل من القمر والشمس في المد والجزر على محيطات الأرض، أي منهما له قوة شد أكبر على كل كيلوغرام من مياه البحر، الشمس أم القمر؟ تمام، طبعا انتوا تعرفوا انه المياه وين موجودة؟ موجودة على الأرض. تمام، هذه المياه، المياه هذه تتأثر بقوة جذب القمر والشمس. فمثلا بنقول انه القمر هنا مثلا والشمس هنا. قالوا لكم أي منهما له قوة شد أكبر، يعني من القمر أو الشمس أي واحد منهم له تأثير أكبر
على الماء الموجود على الأرض، فكيف رح نحسب هذا الشيء؟ عشان نحسب قوة شد مثلا، أول شيء بنحسب قوة شد الشمس للماء. قوة شد الشمس للماء على الأرض هي نفسها قوة شد الشمس للأرض، تمام؟ فعشان نحسبها رح نقيس شدة مجال الجاذبية للشمس وللقمر، هذه الصن وهذه المون، فبنشوف مين فيهم أعلى. إذا جينا لشدة مجال جاذبية الشمس بتكون عبارة عن جي في الام على الار تربيع. الام اللي راح تستخدموها هي كتلة الشمس. طيب والار؟ الار هي المسافة من مركز الارض الى الشمس. وين موجودة؟ موجودة هنا، شايفينها هذه 1.5 × 10^8، بس طبعا تحولوها الى المتر وتسوي لها تربيع، فحلوها وحدكم، هي مجرد تعويض، رح يطلع لكم 5.9 × 10^3 كيلوغرام، عفوا نيوتن على الكيلوغرام. يعني باختصار الشمس تأثر بقوة مقدارها هذه على كل كيلوغرام من المياه البحر. أما بالنسبة للقمر فنصف نفس الشيء، بس هنا الكتلة بنستخدم كتلة القمر، والآر بتكون هذه، وطبعا بتكون لازم تحولوها، رح يطلع لكم الناتج 3.4 × 10^6 نيوتن على الكيلوغرام. فإذا مين اللي يمتلك قوة شد أعلى؟ الشمس طبعا أكثر من القمر، وهذا الشيء بسبب كتلتها الهائلة. طيب نيجي الحين للسؤال رقم 8. السؤال رقم 8 يقول: طفل كتلته 4 كيلوغرام، عندكم هذا الطفل، طبعا هذا الطفل موجود على سطح الأرض، كتلته 4 كيلوغرام. انزين احسب قوة الجاذبية، يريد قوة الجاذبية يعني يريد F، المؤثرة عليه بسبب ألف. أول شيء يريد قوة الجاذبية بسبب تأثير كوكب المريخ عندما يكون عند أقرب مسافة له عن الأرض، ومقدارها هذه بين مركزيهما، علما أن كتلة المريخ كذا. أوكي، يعني أول شيء يريد قوة جذب المريخ على هذا الطفل لما يكون وإيش؟ لما يكون قريب من الأرض وتكون المسافة بين مركزيهما، أعطوكم إياها هذه، علما بأن كتلة المريخ هذه. فهذه سهلة، كيف بنحلها؟ بنقول الإف تساوي جي كتلة الطفل في كتلة المريخ على الآر تربيع، تمام؟ لحظة، أوكي، بس أريد أشوف الوحدات هنا. تمام، إيش راح تسووا؟ تعويض مباشر، راح تضربوا الجي في كتلة الطفل اللي هي 4 في كتلة المريخ اللي هي هذه بالكيلوغرام على الآر، هذه المسافة الآر، بس إيش بتعوضوا فيها؟ بتكتبوا هذا 1/10^8 ضرب 10^3 عشان تحولوا من كيلومتر إلى متر، ولا تنسوا التربيع، فرح تطلع لكم القوة 1.7 × 10^8 نيوتن. فكذا نكون حلينا السؤال ألف. نيجي الحين للسؤال باء. السؤال باء نفس الشيء، احسب قوة الجاذبية المؤثرة بسبب ايش؟ بسبب تأثير امه، يعني يريدوا قوة الجاذبية بينه وبين امه، حيث ان امه كم كتلتها؟ 50 كيلوغرام، والمسافة بينهم 0.4 متر. فهذه كيف راح نحلها؟ نفس الشيء، القوة بسبب تأثير امه بتكون كتلة او جي في كتلة الأم في كتلة الطفل على المسافة، طبعا المسافة معطيين إياها
بالمتر، فما يحتاج تحوله مباشرة، بتقولوا 3 4 ربيع. تعويض مباشر هنا، هنا تكتبوا 50 كتلة الأم، وهنا 4، والجي عندكم قيمته. رح يطلع لكم الناتج 8.3 في 10^8 نيوتن. فهنا إيش لاحظوا؟ تلاحظوا كلا القوتين تأثيرهم جدا ضعيف على الطفل. المريخ ضعيف لأنه كثير بعيد عن الطفل، والأم أيضا تأثيرها بعيد. ليش؟ لأنها كتلتها جدا قليلة.